بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت الذي يأتيكم كل يوم أحد في الساعة الثامنة مساء، أهلا بكم في الحلقة 20 من البرنامج. وفي الحلقة دي برحب بضيفي الأستاذ الدكتور مصطفى فايز، أستاذ علم الأدوية البيطرية بكلية الطب البيطري بالإسماعيلية جامعة قناة السويس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا دكتور حاتم بيه، أهلا وسهلا. في الحقيقة يا جماعة طبعا احنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تحليل نتائج انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، انما النهاردة طبعا الدكتور مصطفى فايز أستاذنا مشرفنا علشان نبدأ سلسلة من الحلقات عن الدواء البيطري واقتصادياته وما له وما عليه والاستخدام الأمثل ليه وكده. ولكن في المرة اللي فاتت كنا خدنا برضو حاجة على التوازي اللي هي صحة وسلامة الغذاء، فكنا بدأنا فيديو للدكتور محمد أحمد حسن جمعة أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اللحوم والألبان والزيوت والدهون والبيض بكلية الطب البيطري جامعة بنها، وما كملناهش المرة اللي فاتت لضيق الوقت، فإن شاء الله المخرج هينزل لنا الجزء الباقي من الفيديو وبعدين نكمل مع أستاذنا الدكتور مصطفى فايز حول الدواء البيطري. جاهز التقرير؟ يا ريت المخرج ينزله. نتكلم يا دكتور مصطفى، الفكرة ان احنا نقول تيجي ناكل صح، تيجي ناكل صح يعني ناكل على الحاجة اللي هي المفيدة لينا. جاهز التقرير؟ ماشي اوكي، هنكمل مع حضرتك في مصطفى بعد ما نشوف التقرير نعقب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت الذي ياتيكم على وقت الصحه والجمال يوم الاحد في الثامنه مساء. النهارده تاني لقاء لينا بالاستاذ الدكتور محمد احمد حسن جمعه، استاذ ورئيس قسم الرقابه الصحيه على كل منتجاتها والالبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض. برحب بيك يا دكتور محمد. يا اهلا وسهلا دكتور حاتم. المره اللي فاتت خدنا فكره عامه عن الاغذيه والغذاء واهميه الغذاء بالنسبه للانسان. الدكتور محمد قال لنا ان ده من اسباب السعاده للانسان هو الغذاء. النهارده عاوزين نشوف عمق تاني للغذاء علشان نعرف يكون غذائنا فعلا يكون دوائنا ويكون سر شفائنا مش سر شقائنا. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المعده بيت الداء، وما ملا ابن ادم طعام شر من ايه؟ من بطنه. فيا ريت لو علمنا بطننا نملاها بطريقه سليمه، نملاها على السنه، ثلث الطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ونملاها صح، لان مش مهم بناكل الكميه قد ايه ولكن مهم بناكل نوعيه قد ايه. فيا ريت يا دكتور محمد تكلمنا كده عن الايه؟ او تقول لنا ما هو الغذاء الصحي للانسان؟ ببساطه شديده يا دكتور حاتم، الغذاء الصحي اللي يتوفر فيه عنصرين رئيسيين. اولا يبقى خالي من مسببات الامراض، نمره 2 يلبي حاجه الجسم من الاحتياجات الغذائيه. خالي من مسببات الامراض تعني ايه؟ تعني ان معقم؟ لا، اصل في ناس مفكره فيه الغذاء لازم يبقى معقم، ابدا. يكاد يكون في العالم كله مفيش حاجه اسمها غذاء معقب بالمعنى الحرفي للكلمه. بس انا بفرق هنا بين حاجتين، في ميكروبات ضاره للانسان، ميكروبات ممرضه تحدث امراض معينه للانسان، وفي ميكروبات تسبب فساد الغذاء. اولا الميكروبات اللي هي تعمل تسمم غذائي او ضاره للانسان ممنوع وجودها تماما في الغذاء، وان وجد ميكروب واحد منها الغذاء يعني نرجع عن الصلاحيه او سوء التخزين وكده. بالظبط، اللي هي الميكروبات اللي ممكن نقول بتعمل تسمم غذائي او امراض للانسان. لو وجد ميكروب واحد في الغذاء فهذا الغذاء غير صالح للاستهلاك ويتم اعدامه. النوع بقى اللي عليه خلاف في العالم كله اللي هي الميكروبات اللي بتسبب فساد الاغذيه، اللي هي مش ممرضه للانسان ولكنها تسبب فساد الغذاء، يعني لو الانسان كلى ما يحصلوش حاجه ولكن مش هياخد القيمه المطلوبه من بالظبط بالظبط. وهنا القانون سمح بيها لغايه كام؟ وما نتفضش من الرقم اللي انا هقوله. لو الغذاء يحتوي على مليون ميكروب لكل جرام فالغذاء امن من الناحيه الصحيه. فتخيل لو كل جرام من الغذاء فيه مليون ميكروب، بس انهم ميكروب اللي هو الميكروب الذي يسبب فساد الغذاء. لو لغيت مليون على الجرام مفيش اي مشكله عندنا.
فتخيل بقى لو واحد بياكل كيلو جرام يبقى خد مليار مايكرو. طب الفكره في ايه؟ ما الناس تقول ما عادي بقى، ما الارقام ممكن تتسع بينا مفيش اي مشكله. زي ما حضرتك قلت ان هذه الميكروبات بتقلل من القيمه الغذائيه للغذاء، يعني لو باكل لحم عشان بروتين، لا بعدد الميكروبات الكبير هلاقي نسبه البروتين استهلكت بايه؟ بالميكروب ده. وبالتالي هنا بيتهيألي ان انا باكل لحمه وفي الواقع انا باكل اكل متاكل قبل كده بالفعل الميكروب. ادينا فكره كده عن كميات الغذاء المطلوبه للشخص العادي. بالظبط، اي انسان عادي في متطلبات. عادي برضه بنتكلم على البالغ والمتوسط وزنه 70 كيلو مثلا. بالظبط كده. نقدر نقول طبعا نبدا باول حاجه الميه، عنصر رئيسي جدا جدا لاي انسان. واقل كميه من الميه لازم يتحصل عليها جسمه في اليوم الواحد حوالي من 2 الى 2.5 لتر. ودي حاجه صحيه جدا. 2 لـ 2.5 يعني 8 كوبايات ميه. مره كده بيقول لك ايه؟ كل 30 كيلو لهم لتر. اوكي، ده ما فيهوش اي مشكله. يبقى حتى ال 70 كيلو هم لهم لترين ونص. بالظبط. وعلى فكره يا دكتور حاتم، اذا طاقه الانسان جابت ان ياخد ميه اعلى من هذه الكميات فهي مفيده للجسم ومفيش ادنى ضرر وملهاش علاقه بزياده او نقصان الوزن. فالميه دي شيء حيوي جدا، وباي كميه يقدر الانسان ياخدها ما فيهاش ادنى مشكله على الاطلاق. الله تعالى في القران قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. بعد كده بقى نيجي للعناصر نرتبها. المواد الكربوهيدراتيه دي مواد بناء الطاقه في الجسم. الانسان كمتوسط يحتاج من 600 ل 800 جرام في اليوم. دي بقى النشويات بالظبط دي محتاجه الانسان وهو بصوره فعاله، لان دي اللي بتطلع الجلوكوز اللي مفيد في كل الاكتيفيتيز او الانشطه بتاعت الجسم. البروتينات زي ما قلنا بيحتاج كميات معينه، كل كيلو جرام يحتاج له جرام من البروتين. بعد كده الدهون نوعين، في الدهون المشبعه والغير مشبعه. طبعا الدهون المشبعه دي المفروض الانسان يتجنبها الى اقصى مدى. الدهون يعني مشبعه؟ مشبعه يعني ايه؟ يعني فيها احماض دهنيه معينه، هذه الاحماض الدهنيه ضرب الانسان. طب يعني ايه فكره كده المشبعه دي؟ اللي هي مهدرجه اللي فيها ما فيهاش دبل بوند خالص. بالظبط، فيها سنجل بوند، روابط احاديه. احنا ممكن نبدا امثله يا دكتور فيها حاجة. روابط احاديه وذرات الهيدروجين فيها كتير. بالظبط يعني اللحوم مهدرجه فيها روابط احاديه. بالظبط، ذراتها مستقره. زي ايه بقى؟ ندي الاول الشيء المضيء، الدهون الغير مشبعه. الزيوت مثلا هنلاقي زيت الزيتون مفيد جدا جدا جدا. هنلاقي زيت الذره، زيت عباد شمس. ده غير مشبع يعني؟ ده غير مشبع. في روابط ثنائيه. بالظبط. واذا الانسان خد منه مفيش اي مشكله. في بقى الزيوت، زيت جوز هند، زيت نخيل، دي مشبعه ودي معموله لاغراض معينه اللي هي القلب وليس الاكل. يبقى في نوعين من الزيوت. المشبعه للقلب والغير مشبعه للاكل. يعني ممكن زيت زيتون احطه عادي واتناول ما عنديش مشكله. على السلطه الخضراء كده. بالظبط، جميل جدا، على جبنه، كل ده ممتاز جدا. لكن المشبع يعني انا صباح لما قلت بيعشيني بيغديني جبنه وزيتون. ده مفيد جدا بصراحه. بيعشيني بطاطا. لا غذاء ده بقى ده غذاء صحي. شعورك ان جسمها صحي. بالظبط، غذاء صحي 100% يعني. الزيت بقى بتاع القلي ده يا دكتور حاتم هو لاغراض القلي فقط. لو انا استخدمت احطه بقى على سلطه على الكلام ده في منتهى الخطوره، لان ممكن يعمل لي اللي احنا بتسلط شرايين امراض قلب. دي معروفه بقى. خلينا بقى نقول للناس بقى زيت النخيل. النخيل، زيت جوز هند، كل الزيوت المهدرجه. ما يتحط ده للقلي. بالظبط. ما يتحطش السمنه المهدرجه. ما يتحطش بارد على السلطه. نهائيا. نهائيا. انا سمعت بعض الاراء بيقولوا ايه، طالما الزيوت دي خطيره كده طب ما احنا نستخدم حتى الزيوت الغير مشبعه لاغراض القلب ونريح دماغنا ونبقى في الجانب القلب. طبعا غلط الكلام ده. ليه؟ لان درجه غليان الزيت. عظيم عظيم. نستخدم زيت الزيتون للقلب كمان، ويبقى احنا كل ماشيين في الايه، في جانب امن للانسان. الكلام ده غلط. ليه؟ لان درجه غليان الزيت 200 درجه مئويه، فزيت الزيتون بيتكسر عند 100 درجه مئويه فمش هيعرف يقلي وطعمه يمرر. انا جربته مره كده. بالظبط، لما يسخن يطلع بخيره كتير ويبقى مر ويسود وحاجات زي كده. انما زيت القلي بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده يستحمل لغايه 200 درجه مئويه، فيقدر يقلي كويس جدا بس عليا اتخلص. زيت الذره
زيت الذره زيت مفيد، زيت الزيتون زيت مفيد، عباد شمس مفيد. الثاني بقى زيت نخيل، ده اللي في منتهى الخطوره. وزيت الزيتون ما نقليش بيه، ما نقليش بيه، ده للاكل فقط. عالبلد يبقى افضل قيمه غذائيه. ونصيحه بقى للناس كلها، الزيت اللي بيتقلى فيه يتقلى فيه مره واحده فقط. انت تسمع ساعات ناس يحطوا كميات زيت كبيره ويفضلوا يقلوا، يعني بتوع الطعميه دول بقى في منتهى الخطوره يا دكتور حياتي، على طول ده ممكن 6 اشهر معاهم شغال، بالتالي بينتج عنه فري راديكلز، دي بقى تعمل سرطانات وكده وقلب دي سرطانه بالظبط. طب لو الناس بقى حابه الطعميه ناخدها من اول قال كده الصبح، اه بالظبط، ده مفترض ان الراجل بيحط زيت جديد، جديد لو بيحط زيت جديد اخد الاول. هو احنا كنا عملنا طب انا اقول لك بس على حاجه عشان نقول حل للسنه مش هترجع على بالي، يعني احنا ناخد العجينه منه، ممتاز ممتاز، نقلي في البيت ده اول قليه ونرمي الزيت، ده الحل المثالي. بس المهم ما يطلع لناش واحد يقول لك لا اصل اللي بيجي من السوق احلى. انا اعرف بعض الناس يعني بيتكلم بقى في الصحه، في الصحه لا في البيت عاوز يقول احلى وحر. طب طب السكر والحلويات احلى بالزبط. بس المريض السكر لا طبعا طبعا بضيف ده هنا اجيبها البيت فعلا، ده امن حاجه. يبقى نجيب العجينه بالظبط ونقليها في البيت وبزيت القليه ومره واحده ايه ونرميه، علشان ما نبداش ما نديش فرصه للسرطان ده. هو في جانب كمان سلبي يا دكتور حاتم احنا بنشوفه في الاسواق، يعني ايه في ناس بيجي رجعنا لكم بعد التقرير، وياريت كلنا نحاول ناكل صح زي ما دكتور محمد احمد اوصانا في التقرير. برجع تاني لضيفي الاستاذ دكتور مصطفى فايز ونساله عن اقتصاديات الادويه البيطريه من حيث الدخل القومي والاستثمارات، فادي فكره للمشاهدين كده عن الادويه البيطريه واقتصادياتها والدخل القومي. هو الحقيقه استخدام اي حاجه في الاخر برضه بالنسبه للطب البيطري من اجل سلامه الغذاء، يعني برضه اذا الدكتور محمد بيتكلم على سلامه الغذاء من الميكروبات، سلامه غذاء الانسان والاكل ما يبقاش فيه سلمونيلا وكولاي وسموم او ميكروبات، برضه احنا عايزين الاكل ما يبقاش فيه كيماويات. الكيماويات اللي بتيجي في الاكل ممكن تبقى من المضادات الحيويه وممكن تبقى هرمونات اللي هي بقايا الادويه اللي انا بستخدمها في الطب البيطري. الحكايه دي بقى هي اللي بتجاوب على سؤال حضرتك، انا بحط قد ايه فلوس في كاستثمارات لعلاج الحيوان، وهل في احتماليه ان هذه الادويه اللي انا بحطها لعلاج الحيوانات توصل للمواطن او المستهلك في اللحمه او في اللبن؟ دي حاجه مهمه. تتخيل يا دكتور حاتم كام، او حضرتك بتتخيل قد ايه استثمارات الادويه البيطريه؟ استثمارات الادويه البيطريه تصل لحوالي 40 مليار جنيه في مصر. طب ليه في مصر بس؟ انا بطلع كام فرخه؟ انا 100 مليون. لو المواطن كل شهر فرخه يبقى انا عندي كم فرخة؟ 10 في 100 مليون يبقى 1000 مليون، يبقى مليار فرخة. احنا بندبح مليار و200 الف، حوالي مليار و200 الف، مليار ونص. كل فرخة من دول واخدة أدوية وكيماويات وإضافات على العلف من 5 ل 10 جنيه. يعني أنا بتكلم في 5 مليار أو 10 مليار أدوية دواجن، أدوهم بالظبط أدوية لارج أنيمال أو أدوية للأبقار حيوانات المزرعة زائد تحط عليهم بقى المستحضرات البيولوجية وكثير جدا من الأضافات العلفية والتحصينات والبريمكسات والتحصينات ومنشطات النمو، يبقى أنا عندي كيماويات كتير. التغير ده حصل في العالم نتيجة النمو السكاني المتزايد. أنت ما تقدرش لما تيجي تأكل، شوف كم مليار دلوقتي في العالم، 8 مليار 10 مليار، أنا عندي في مصر 100 مليون، لازم الاكل يبقى سليم. بس من الاصل لازم يبقى فيه اكل، علشان يبقى فيه اكل لابد من تربيه مكثفه. التربيه المكثفه بقت في كل حاجه. كان زمان الفراخ 10 فراخ في عشه 20 فرخه، النهارده الحظيره الواحده البيت الواحد فيه 5000 فيه 10000 فيه، مع التكنولوجيا حظائر كبيره
فيها 20,000 و30,000. تخيل ان في 50 طفل في حضانه، يبقى لازم ال 50 طفل في الحضانه دي الاجراءات الصحيه تبقى عاليه قوي، والا يجي لنا امراض كتير. هكذا انا خايف على الفراخ بتاعتي، وعشان اطلع الكميات دي في تربيه مكثفه لازم احط علف صحيح وادويه صحيحه ومحسوبه. يبقى هنا في استثمار ولا لا؟ في اضافه علف ولا لا؟ في منشطات نمو؟ انت حضرتك بتاكل الفرخه، في الفرخه اللي انا بتبعها 2 كيلو دي عمرها قد ايه؟ عمرها 35 يوم. 35 يوم شهر واحد، يعني منتهى منتهى العوامل الوراثيه القويه. صناعه صناعه من خط اباء ومن خط امهات عالي. يعني بحضرتك فهمنا انها ايه 40 مليار تقريبا، 40 مليار، 40 مليار نتيجه في الادويه البيطريه. طب بالنسبه طبعا ولا تستطيع ان تستغنى عنهم، ولا تستطيع ان تقلل او تخلي الخمسه دي جنيه 2 جنيه لكل فرخه، هيبقى صعب. طب يا دكتور بالنسبه للاستخدام الامثل للادويه وازاي نتجنب ان يبقى فيه متبقيات او الريزيديوم اللي هي عشان ما توصلش للايه للانسان اللي هياكل لحوم الدواجن دي او الحيوانات دي؟ اتفضل. ده سؤال جميل قوي اصله. هو يعني بسرعه إيه؟ المخرج عمال يقول لي فاضل دقيقتين كلام من لا حالا يعني هو الاستخدام الامثل للدواء ده في كل حاجه، الاستخدام الامثل للدواء ده في كل حاجه، وفي استخدام امثل للادويه في الطب البيطري. لازم يبقى لها سبب، ولازم يبقى فيه ميكروبات بحاول القضاء عليها، وما يبقاش استخدام عشوائي. ولازم في الايام الاخيره من تربيه الدواجن ان لا يكون فيه اضافات او مضادات حيويه او اي كيماويات على الاعلاف، لانه لو في الايام قبل ما سوق في الخمس ايام الاخيره وقبل ما يروحوا المجزر لو اخذوا ادويه كتيره، الادويه فضلت في اللحمه، يبقى انا الشوربه بتاعتي هيبقى فيها تتراسايكلين، ويبقى فيها بنسلين، ويبقى فيها كل، لان دي مواد. لما يجي الانسان يتعالج بنفس المضادات الحيويه يبقى في عنده مقاومه لهذه البكتيريا، عملت مقاومه لانها بتقدر تنقل، مش هيخف بيها. تمام، فمش هيخف. فانا كده ضيعت حاجات كتير، ومحدش يحب ابدا ان هو ياكل الفراخ وطعم الشوربه وطعمها كمان هيبقى مغير. وممنوع اضافه اي كيماويات يعني او اي مضادات حيويه على كمواد حافظه، سواء على اللحوم او على الالبان او على الجبن. ودي احد المهام الاساسيه اللي هي فتره السحب، ان يراعيها الطبيب البيطري والمهندس الزراعي. فتره السحب المفروض تبقى كم يوم قبل الذبح يا دكتور؟ كم يوم قبل الذبح المفروض؟ ان انا لو خمس ايام قبل الذبح انا منعت هذا. وهذا الكلام بيحصل في كل الشركات الكبيره. طب دكتور بالنسبه للهرمونات، بس عشان المخرج عاوز ينهي الهرمونات، لو عاوز تقول لنا حاجه بخصوص الهرمونات. لا الحقيقه الحمد لله الهرمونات لا تضاف هرمونات دلوقتي خالص ولا قبل كده، لان دي مسائل فنيه قوي ومسائل مكلفه. ما هي في الاخر زي ما احنا اتفقنا اقتصاديات. انا لو حطيت هرمونات هحطها بفلوس، عمر ما الهرمونات هتديني نمو مقابل فلوسها. الفلوس هتبقى اكتر، يبقى انا مش هحط هرمونات. دكتور يبقى حضرتك اطمن الناس بخصوص الهرمونات. دكتور مصطفى بحكم خبرتك وباعك الطويل في الحقل البيطري وعلم الدواء البيطري، نعمل ايه من اجل الدواء البيطري؟ نعمل ايه من اجل الدواء؟ توصينا بايه مسؤولين ومستهلكين ومنتجين، نعمل ايه من اجل الدواء البيطري؟ هي قضية شائكة وقضية كبيرة ومفيش وقت فهنقدر نقول ايه، انما لابد ايه ان اجراءات التسجيل دي نقطة مهمة تسهل جدا. ما ينفعش ابدا دواء بيطري مهم للثروة الحيوانية ومهم للاقتصاديات ان ياخد خمس سنوات تسجيل في وزارة الصحة او في ادارة الصيدلة. يعني هذه لابد ان تتاح الادوية البيطرية والتكنولوجيات العالية اللي وصل فيها الانتاج الحيواني، ويسهل تسهل في من حيث الاستيراد ومن حيث التسجيل، سواء كانت أدوية بيطرية أو مبيدات أو هرمونات. كل ما تحتاجه البلد من أجل الغذاء يجب أن يسهل، ويجب أن ما يبقاش عليه جمارك. نفس الكلام بالنسبة للحوم. ما يقدرش أنا حد الناس المنتجين اللي عندي ومربيين الدواجن بيعملوا بأكبر طاقة وسعر الدواجن النهاردة 16 جنيه. ليه؟ أنا كده هخسر كل حاجة. والدواء البيطري عمر ما حد هيسدد فلوس الأدوية، وعمر ما حد هيسدد فلوس العلف، وتنهار الصناعة. ليه؟ لمجرد إن استوردت بأرخص من كده كتير فسقطت صناعة الدواجن. مين هيربي والفرخة ب 15 جنيه؟ مين يربي وهي بتتباع في السوق الكيلو ب 15 جنيه؟ يبقى لابد من الحماية للمنتج المحلي، سواء كان لحوم أو ألبان أو
بس يا دكتور حضرتك، بس انا برضو سالت في الموضوع ده، فلقيت ان دايما بعد عيد الاضحى على طول الناس كلها ذبحه وكده، فاللحوم الدواجن اسعارها بتقل شويه. كلام مظبوط. المهم ما بقاش في استيراد في الفتره دي. لا، والمهم التخطيط. هنا حضرتك لمست النقطه الاهم. لابد من التخطيط، والتخطيط بيجي على اساس التسويق. تمام. يعني لابد من دراسه السوق جيدا، امتى بتكتر اللحمه وامتى ويبتدي بقى ربيش. ايه التخطيط ده ينعكس على الشركات الكبيره، والشركات الكبيره بتعمل كده، لان لابد من تخطيط لصالح السوق ولصالح الاقتصاد ولحمايه المنتج وحمايه الاسعار. ومن المنطقي يا دكتور طبعا ان اسعار الادويه تاثر في اسعار الفراخ، لما تزيد اسعار الفراخ واسعار الاعلاف ايضا. تمام. طبعا الحديث مع الدكتور مصطفى فايز شيق، واكيد هنكمل في حلقتين او ثلاثه كمان، ولكن المره الجايه ان شاء الله هيكون ضيفي دكتور خالد سليم من النقيب العام للاطباء البيطريين، فياريت كل الناس يتابعوه عشان يشوفوا هيعمل ايه في الاربع سنين الجايين. في نهايه الحلقه بشكر ضيفي الاستاذ دكتور مصطفى فايز، استاذ علم الادويه البيطريه بجامعه قناه السويس، وبشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.